السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم كيش بالخضره. المهم كنحتاجو العجين 250 غرام ديال الدقيق الابيض وقريصه الملحه، ولا بدا الدقيق العجين يكون بنين، واحد المعلقه ديال القهوه ديال الثوم، ثوم اون بودغ ولا ثوم مجفف، نص معلقه ديال خميره الحلويات، راه نص معلقه ماشي ديال، شفتوا هذه ديال القهوه ماشي صغيره باش تعرفوا المقدار، غير نص معلقه زبده. كنحتاجوا بما اننا درنا 105 ديال الدقيق الابيض، يعني 250 غرام، يعني نحتاجوا 125، ديما نص ديال الكميه ديال الدقيق، 125 مع 250 هي 375 خصاني. غنبسبسوا العجين، نحيدو، غنحاولوا ماشي نبسبسوا غير ندمجوا شويه العناصر. المهم هانتوما كتشوفوا بانني ما رملتوش الدقيق، شوفوا الطروفه راه كيبان لكم طروفه ماشي رملتو. غنضيفوا دابا البيضه، ونحاولوا نجمعوا العجين غير باصابع بالاصابع، ما نحاولوش نعجنوا غير بالاصابع. وكنضيفوا هنا عندي جوج معلقات، كنضيف معلقه تقريبا، حيتاش معلقه حتى لجوج معلقات ديال العجين باش نجمعوا العجين. غنزيد هذه المعلقه الاخرانيه وصافي، وكنلموا العجينه. ما نعجنوهاش غير كنجمعوها، غنديروها في كيس بلاستيكي وغنخليوها نص ساعه في الثلاجه. نص ساعه بما نوجد الحشوه، الحشوه ديالتنا بشويه الملحه وشويه الابزار، نسمو شويه الابزار. كنها ضفت عليها شويه واحد معلقه حتى جوج معالق ديال الزيت البلديه، تقدروا ديروا الزيت العاديه. غنضيف عليها بصله كبيره، غنضيفوا عليه واحد المقدار ديال الجلبانه، انا عندي مكونخيليه مجمده غنضيف عليه. ها البصله ديالتنا كتقلى، ها هي هزات الغليه شفتوها، صافي دابا غنصفيها، وهذه بما طيح ليا. دابا حيدنا الجلبانه، غنضيف البروكولي، عندي البروكولي كونخيلا حتى هو، غنضيفو حتى هو غير يهز الغليه ونحيدو. حيت غنضيف عليها واحد الفص ديال الثومه. دابا غنضيف الكفته، واحد المقدار ديال الكفته، تقدروا ديروها كيف ما تقدروا تستغنيو عليه، بالثومه ومليحه والابزار. ها هي الكفته ديالتنا، ما خصناش نعطيوها العافيه بزاف باش ما تنشفش لينا وما تقصعش لينا، راكم عارفين الكفته. ها هي صافي غنحيدها، والزيت اللي غيبقى ليا من هنا، اللي غيبقى ليا في المقله، غنشحر فيه البورو اولا البويرو، غنسوطيها في زويته بلديه مع شويه الملحه وشويه الابزار. ها المليحه، الابزار، ها البويرو ديالنا سوطه، صافي غنطفي عليه دابا، وغنخلي الخضره ديالتنا كامله تبرد، وغندوزو دابا للعجين. ها هي، ها هو العجين ديالنا بعد ما دازت نص ساعة، نحاولو نديرو شوية على المدلك، دابا خاصنا نشوفو على حسب المول اللي عندنا،
انا عندي المول شويه كبير. مهم الا ما كانت شي حاجه خاصه انا راه نرقعوها ماشي مشكل. دابا كاينين جوج طرق، يا اما بعدا اول حاجه دهنوا باش نتاكدوا بان المدلك ما يلصقش فيه العجين، غنلويو العجين في المدلك. نجيبو المول ديالنا ونحاولو مع دي الكوزينة سخونة نحاولو، ماشي مشكل. من بعد نحاولو نلبسوها. نتوما البنات شوفو مزيان باش ما تهودش لينا العجين. هانتوما كندوز عليها الموس وكنبدا نحيد. هذا ما نعجنوش باش نديروه في شي مولات صغار، من حتى حاجه ما تضيع. دابا غندخلها للثلاجه ونرجع لكم. دابا غنجيو لاباراي، انا عندي هنا 150 مليلتر ديال الحليب، غنزيد عليه 150 غرام ديال الفرماج الدهن. انا ما بغيتش ندير لاباراي العاديه المعتاده وهي بلا كريم، بالكريمه السائله، انا غنديرها بالحليب وبالفرماج. ها جوج بيضات وغندرب الكل تيتجانس لينا العناصر كامله تجانس. نضرب الكل ونرجع لكم. ها هو الخليط ديالنا الجانس، غنضيفوا ليه واحد رويس معلقه ديال الكوزه، غنسمها به، واحد رويس معلقه ديال البزار، حيتاش ما ننساش بان البزار انا نسمت به الكل. ها هو الخليط ديالنا كيف ما قلت لكم. دابا غنضيف عليه واحد معلقه نشا، معلقه نشا، وغنضيف عليه واحد شويه ديال بلاتين جانس نشا، وغنضيف واحد رويس المعلقه ديال الخميره. هذه راه معلقه غير صغيره ديال القهوه، ماشي معلقه ديال، شفتوا راه رويس المعلقه ديال الحلوه غير باش تنفخ لينا ويجينا منفوخ. صافي وها لاباري ديالتنا واجده. ها هو جبتو من الثلاجه، غنحاولوا نثقبوه باش ما يطلعش لينا وما يتنفخش، ما يتنفخش لينا. سمحوا لي اخوتي اخواتاتي تقطع لي الفيديو. المهم جميع الخضار جانستها مع بعضياتها وصبيتها، خلطتها هنايا باش تجانس كامله وفرقتها في المول. ها هو دابا غنضيفو، غندوزو لاباراي. قبل من لاباراي غنشدو الفرماج غنضيفوه، وانا كيحمقني الزعتر مع الفرماج، كندردر شويه الزعتر البنه ديالته، ما نقولش لكم كيفاش كتتوائم. غنخليو المول ديالنا هنايا وغندوزو لاباراي. لاباراي غنضيفو ليها، غنسمها انا ملي تندير انا الكيش ديال الخضره كندير معاه البور في لاباراي. غنجانس العناصر كامله وغنضيفها. الفران ديجا سخون، مسخناه على 180 درجه. ها هي
غندخلو الفران ونتلاقى معكم ميوجد. خوتي خواتاتي ها الكيش ديالنا، هانتوما شوفوا كيف محمر من جناب. خليتو شعلت عليه كيف ما قلت لكم 180 درجة الفوق والتحت، خليتو تتحمر. ها هو غنقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوه. ها هو الطرف، هانتوما شوفوا تبارك الله كيف جات. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى.